هذه تحدث كثير في كثير من الأسر، بالذات في الوطن العربي. إن تلقي أحيانا الصديق لأنها تخبي زوجها زوج صديقتها بأنه هي تحاول تصل، أو في الأول إنها تحاول تصل للفرقة بين الزوجين، أو تحاول تسبب مشكلة تخرب العلاقة بين الزوجين. فهذاك بيخلو لها الجو كامل، بالتالي إنه ممكن تخبي زوجها، وهو ممكن يتجاوب معها، أو ممكن يبعدها بأنه هو يتزوجها، أو هو مثلا يشغلها بأحد شركاته أو كذا. فهذه مشكلة كبيرة، يعني مشكلة الصديقات ومشكلة الأقرباء. موضوع فكمان برضه تدخل من ضمن الأقرباء أم الزوجة. فدائما أم الزوجة أحيانا تحاول تخبي زوجها زوج ابنتها بأنه هي تحاول تخرب العلاقة بيناتهم، فتحاول أن تضم بنتها لبيت العائلة، بأنها تحاول أنه تسبب مشاكل أو تخلق مشاكل، تكون هذه المشاكل هي سبب في فرقة بين الزوجين، بالتالي ممكن تنتهي العلاقة الزوجية، وكذا أن البنت ترجع إلى بيت أهلها، وكذا تكون هي شاركت في انفصال الزوجين.